علي يوسف يرجع مرة أخرى بنشر فيديو على حسابه الخاص في الإنستجرام يعيد على جمهوره بقدوم رمضان، وهذا الفيديو بعد إعلان قرار اعتزاله بيوم. ومايا عيدان تعلق على هذا الفيديو: هذا مو أمس قال اعتزال، شنو قص شعره ورجع؟ قلت لكم أمس ما يقدر يعتزل. أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك.